عصا ليست كأي عصا، إنما هي عصا تحولت إلى أيقونة تاريخية بعد أن رأى العالم كله ماذا فعلت في يد السنوار في اللحظات الأخيرة من بقائه على قيد الحياة. فما هي قصة عصا السنوار ولماذا صارت أيقونة؟ مشهد درامي لو لم يكن من تصوير وإذاعة الجيش الإسرائيلي لما صدق أحد أنه مشهد حقيقي، حيث كشف اللحظات الأخيرة لزعيم حركة حماس يحيى السنوار في قطاع غزة قبل رحيله عن عالمنا. السنوار وبعد مواجهة قوية مع الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية تعرض لإصابات حادة جعلته يشعر بإجهاد شديد، حيث فقد أحد أصابعه وأصيبت ذراعه اليمنى بجراح بالغة جعلته غير قادر على أن يحركها بعد نفاذ الذخيرة التي كانت بحوزته. في تلك اللحظة دخلت مسيرة إسرائيلية إلى المكان الذي يجلس فيه السنوار مصابا وأخذ تصوره، وهنا وقعت المفاجأة، حيث قرر السنوار أن يمسك العصا بيده اليسرى التي بالكاد يستطع تحريكها ليقوم بإلقائها على المسيرة الإسرائيلية، وهو ما أوحى للقوات الإسرائيلية بأنه ما زال حيا، فقاموا بإطلاق قذيفة دبابة على المكان أدت لمقتله في النهاية. مثل عصا السنوار باتت هذه الجملة بعد هذا الموقف مثلا شعبيا يردده البعض في عالمنا العربي، حيث أصبح ما فعله السنوار أيقونة للكثير من الناس في المنطقة والعالم. لكن عصا السنوار لم تكن هي آخر العصي التي يتحدث التاريخ عنها، فمثلا هناك العصا الذهبية للملك توت عنخ آمون والتي تعد أيقونة أثرية لا تقدر بثمن، وقد صنع مقبض عصا توت عنخ آمون على هيئة أعداء مصر من القبائل الموجودة عند منابع النيل، ومميزة بلونها الأسمر والشعر الأشعث، والقبائل الغريبة القادمة من قارة آسيا والتي كانت تهاجم مصر من بوابة سيناء، وميز شكلها بالشوارب الخفيفة واللحي الكثيفة. وصنع المقبض كرسالة من فرعون مصر على أن أعداء مصر سيبقون دائما أسرى في قبضتها. وهناك عصا موسى التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، والتي يقال وفقا لبعض الروايات العبرانية أنها موجودة في التابوت المقدس الذي يبحث عنه الإسرائيليون بعد أن اختفى مع الهيكل الثاني الذي دمره الرومان قبل 2000 عام. وهناك العصا التي استخدمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي هدم بها الأوثان بعد فتح مكة المكرمة. وهناك عصا الصحابي عمر بن الخطاب الذي كان يستخدمها في المشي والتعامل مع المسيئين أحيانا. وكذلك هناك العصا التي كان يستخدمها الزعيم الهندي الكبير المهاتما غاندي الذي كان يستعملها في الحركة، واستطاع من خلالها أن يوحد الشعب الهندي خلفه في المطالبة بالاستقلال عن الاحتلال الأجنبي. كما هناك العصا التي كان يستخدمها الشخصية المصرية الشعبية الشهيرة شيخ العرب همام، وهي العصا التي أهدتها القبائل العربية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفقة العباءة العربية وسيف شيخ العرب همام خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية التي أجريت في مصر عام 2014، فكانت تعبيرا عن قيمة العصا الكبيرة لدى القبائل وتذكيرا بدورها في تاريخ مصر. وهناك أيضا العصا التي كان يستخدمها العاهل السعودي ومؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود. ومن مفارقات هذه العصا أن الأستاذ ناصر بن سلمان العمري نائب رئيس تحرير جريدة القصيم سابقا احتفظ بعصا الملك عبد العزيز طوال حياته ورفض بيعها أو التنازل عنها لأحد، واصفا إياها بأنها لا تقدر بثمن، وأوصى بعد رحيله بإهدائها إلى متحف بريدا في المملكة العربية السعودية. فهل تتوقع أن عصا السنوار سيكون لها نفس ذكرى عصي من سبقوه؟